مصمم الازياء المصري احمد حافظ منورنا عبر الشيت فيشي. اهلا بيك معانا حبيبي. ازيك يا عبد الرحمن؟ عامل ايه احمد؟ انت عملت ضجه مؤخرا على السوشيال ميديا بفستانين. اول حاجه فستان دارين حداد والدايموند، كلمنا عن فكره الفستان. فكره الفستان انت عارف كان اول تعامل ما بيني وما بين دارين، ودارين عشان شكلها واللوك بتاعها اوروبي بما ان هي تونسيه، فاحنا كنا عايزين نعمل حاجه فيها شو قوي، فقررنا ان احنا نعمل فستان من الالماظات، مرصح كله بالالماظ كريستالات، وفعلا هي جسم دارين كان لايق عليه الديزاين دوت بالشكل بالميك اب بكل حاجه. فبصراحه انبسطت للوك كله، لان حسيت ان انا عامل حاجه فيها فلاش سبوت جامد قوي. الفستان خد مني 548 ساعه. طعمنا بالفستان دايمون، بحس ان هو طبعا من كانت مجموعه ماسيه، وده كانت بدايه ان انا افكر ان انا اخش لاين. طب ليه ما اعملش فساتين بالالماز؟ ليه ما يبقاش في تعاون مع شركات الماز ونعمل فساتين، ونبدا يبقى في فساتين فعلا مرصعه بالالماز وثمنها غالي. الفساتين دي يمكن ما بتبقاش متتناول في كل الشعب يعني، بس او كل الناس بتقدر تاخد من الفساتين دي، بس انا بشوف الفساتين دي بتبقى عباره عن انت كديزاينر بتوري نفسك او بتعمل شغل اللي بيعتبر شو اكتر من ان هو ماركتينج. لو قلنا تكلفه الفستان بتاع دارين حداد كان تكلفته تقارب كم؟ هو تكلفة الفستان حوالي، لو هنتكلم طبعا بالمصري هو عامل كتير جدا، لكن بالدولار هو 50,000 دولار بما يقارب مليون جنيه مصري. يمكن هو ده مش تكلفة الفستان، عشان ما نقولش بس ان الناس تقولك احنا بنبالغ قوي في ثمن الفستان. هو بالنسبة لأي بلد أوروبية أو بالنسبة لأي بلد خارج بره نطاق مصر هيبقى بالنسبة له السعر ده متداول، 50,000 دولار زي 50,000 جنيه عندنا في مصر، فهيبقى في فرق في العملة، بس ان احنا بتبقى أرقامنا بالملايين شوية مع العملة بالدولار، لأن الدولار طبعا غالي، وما ان احنا الماتيريال بتاعنا كله بيجي من بره مصر، فبيبقى احنا بالنسبة لنا أصلا أوريدي بنحسب عليه بالدولار، فاهم قصدي؟ فبلس ان الفستان يبقى كمان فيه دايمون، فدي حاجه كمان ادت الفخامه للفستان، وادت كمان للفستان زياده عن حقه في البروباجندا، ان يبقى انت عارف يعني ايه تعمل فستان مرصع بالالماز وبالدايمون. الكلمه ذات نفسها لوحدها تشد اي حد ان هو يخش يتفرج على الدريس دوت او يعرف شكله، بلس ان الدريس بكميه الشغل اللي فيه مهوله، وكميه الوقت اللي كان احنا بنشتغل في الدريس دوت، بس تحس ان الدريس مش واخد تاتش ان انت عامل حاجه بلدي، بالعكس الدريس اليجنت في شياكه، ودريس معمول لفرح ملائم للمناسبه، دريس معمول لفرح ياسر الفاسي ابن شيخه فاطمه الفاسي. فكان طبعا انت فرح بالشكل ده او بالستايل ده لازم له فستان طبعا بطله قويه بستايل كويس جدا، فكان حاجه بالنسبه لي حلوه قوي. من فستان دارين حداد لفستان يسرى اللوزي من تصميم مصمم الازياء المصري برضه هاني البحيري، الاثنين كانوا دايموند. انت خدت خط هاني البحيري؟ لا انا ما بنافسش حد، هاني طبعا حد قبلي بكتير قوي في المجال. انا بحترم هاني وبحترم جدا ان هو حد ليه اسمه وليه بصمته، محدش بياخد مقارنه بحد، كلنا كديزاينر الي صعب، كريستن ديوك، عندك شانيل، عندك كل الناس، عندك فيكتوريا سيكريت كمان بتعمل حاجات مش صعب الالماز، فهي مش معنى ان انا اشتغلت بالالماز يبقى انا دخلت في كارير هاني البحيري. احمد حافظ ليه ستايل، ليه لمسه. انا دلوقتي ما بين الدايموند ما بين القطات الفيري سمبل، فالناس كلها بعمل ده وبعمل ده، ما بتحددش في منطقه معينه وببدا اشتغل عليها. يعني عمرك يا علي ما هتخش لي فاشون شو او هتخش لي دي فيلي هتلاقي كله شغال بالدايموند بس، وعمرك ما هتخش تلاقيه كله بتعامل على ماتيريال بس. انا ميكس ما بين الروح الشرقي ما بين الغربي، وفي الاخر بدي تاتشات. زي مثلا لو جينا اتكلمنا على شغلي مع رانيا يوسف، جينا شغلي مع ايمي سالم، هتلاقي ان انا مدخل حاجات المط مع الحاجات الجلوي عشان يبقى في ماتشنج، وده هو ده لاين احمد حافظ. المعادله الصعبه ان انت تعمل حاجه تبقى شوي قوي في الاول في الاخر تبان فيري سيمبل، دي معادله صعبه بالنسبه لك وصعبه قوي ان احنا نوصل لها. بلس ان فستان يسرى اللوزي كان فستان ويدنج، وكان فيه شركه مجوهرات اعتقد برضو بنفس السيم اللي انا فيه، بس ده كان ستايل وده ستايل تاني خالص مختلف. سكوب لي في وشي بقى، المجموعه الجديده اللي بتحضر لها مقرر عرضها امتى، والخامات والاكسسوارات اللي استخدمتها فيه؟ انا عايز اقول في وشي ان انا تعاقدت الحمد لله مع شركه المظات ومجوهرات سبيشال جدا من باريس. هنعمل كوليكشن اسمه كوليكشن 2018 كوليكشن ماسي.
اخترنا كلمة ماسي لان الكوليكشن مرصع بالدايموندز كتير، حتى القطات اللي فيري سيمبل بتلاقي فيها دايموند صور. مش كل برضو المعلومة مع كلمة ماسي ان كل الفساتين هتبقى مرصعة بالالماز ومبالغ باهظة، لا، هي فكرة الدايموند ذات نفسها هي بتنص على مبدأ ان احنا عاملين فاشون ماسي. ان شاء الله الفاشون هيبقى في الصيف اللي جاي، لان طبعا في تخطيط لبراند قائم، وان احنا هفتح براند ما بين براتا بورتيه واوت كوتير الاثنين مع بعض. لان انا بقالي فتره طويله بعمل سيرش وبعمل حاجات كتير قوي قوي، ان انا عايز اعمل شوروم على مستوى معين ومستوى عالمي، لان طبعا انت عارف ان مصر اوت جدا من ان هم يخشوا فاشون شو باريس، وان هو يبقى على منظمه ساحات الموضه لعروض فاشون ويك في باريس. لازم يبقى بيت الازياء بتاعك ليه مواصفات معينه، الكرو بتاعك ليه مواصفات معينه. فانا ان شاء الله بحاول كيبقى اول فاشن ديزاينر مصري على ساحات الموضه باريس مع عروض ازياء ماسيه ل 2018، يبقى بيت ازياء حافظ السنه دي. تعاونت كتير مؤخرا مع النجمه الجميله رانيا يوسف، ايه اللي بيميز رانيا يوسف عن بقيه الفنانات اللي تعاونت معاها؟ كلمه بسيطه قوي، فيري 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 سكسي بصراحه. رانيا يوسف تحس من الناس اللي ممكن ما ينفعش تعدي قدامك وما تبصش. رانيا يوسف ليها طلة رهيبة. رانيا يوسف بتعرف تضيف للدرس بتاعك. هل كان ليها بيبقى ليها طلبات بتاع؟ بالعكس 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 جدا. كنت الاول متخوف من فكرة ان انا اشتغل مع رانيا يوسف، لان فاكر ان هي قوية جدا على مستوى السينما يعني. طبعا حتى لسه كنت بقولها الكلام ده، يا رانيا انا بشوفك بحس ان انت وحش، لما تعاملت معاكي في الحقيقة لقيتك كيوت ولعمة ونعمة ولذيذة جدا. لا استغربت، شخصية مختلفة، شخصية روحها حلوة جدا بصراحة، من الشخصيات اللي يتقال عليها حلوة من برة وحلوة من جوة كمان جدا. بتسيبني بشتغل براحتي، بتبقى دماغها واسعة معايا، ان لا شيل ده حط دوت، تعم تقولي شوف اللي يريحك، هو في الاول في الاخر ديزاينك، بيطلع الحمد لله حلو جدا. هي برضو ايمي سالم نفس الطريقة، لان طبعا من اول بدأت اشتغل كنت بشتغل مع ايمي سالم. نفس الروح نفس وبالذات اقول لك، لما بتكون صديق لفنانة او على المستوى الشخصي في كيمستري ما بينك وما بين فنانه، وشايفاك اخوها او بتدعمك او بتبقى سبورت ليك، بتطلع حاجات حلوه قوي قوي قوي. في نفس الوقت بتبقى مشغله الدرس وانت مستريح، بدل ما انت بتعمل بس مجرد، انت عارف ان شغلتنا كلها بتبقى شو اعلامي، فما بشتغلش مع الفنانات مجرد شو بس، لا بالعكس. احمد نورتنا فوشيا، ومزيد ليك من التالق والنجاح. ربنا يخليك، ميرسي ليك يا علي، وميرسي لفوشيا، ودايما سبورت لينا وسبورت للفاشن دايما في مصر.